هنعمل ايه يا عم حربي في المصيبة اللي احنا فيها دي؟ والله ما انا عارف يا زين. حكاية كده كبرت قوي وبهوهت على الاخر واحنا مش قدها. هي من ناحية كبرت فهي كبرت. أما حكاية بقى إن احنا مش قدها دي، والله مش عارف. هو إيه ده اللي مش عارف؟ إذا كنا عاملين ألف حساب لرشوان عشان سرقنا منه عربية فيها بضاعة بكام ألف، ما بالك بقى لو خدنا تأبيدة زي دي تسوى ملايين، هيعمل فينا إيه؟ عندك حق يا زين، الحكاية تخوف. تخوف؟ دي ترعب وتنشف الدم. وطالما مفيد كان مع حنفي يبقى أكيد عنتر الشندويري موجود في الليلة، ومين عارف مين تاني موجود؟ والناس دي يا أخويا مش هتسكت لما البضاعة دي ترجع لهم. يبقى إحنا لازم نتاوي البضاعة دي في مكان الدبان لزق ما يعرفوش طريق. أو نخلص منها. نخلص منها ده يا عم زين؟ دي نعمة يا عم نعمة. حد يرفض النعمة؟ النعمة اللي بتتكلم عليها دي يا حربي ممكن تودينا السجن وتعلقنا في حبل مشنقة. ده لو أصحابها ما جابوناش من قفانا من الأول يا أخويا، ساعتها مش هيبقى في حبل مشنقة ولا سجن، دول هيعلقونا من عرائبنا كده وهتبقى نهايتنا زي الزفت. يعني إيه؟ يعني زي ما بقول لكم كده، البضاعة دي نخلص منها خالص، نرميها في النيل بقى، نحرقها، نعمل فيها أي حاجة. إحنا لا هنرميها في النيل ولا هنحرقها، إحنا هنتويها لغاية لما نشوف صحابها هيعملوا إيه. طب والمعلمة انشراح؟ المعلمة انشراح ملهاش غير حقها اللي عند رشوان، ومفيش داعي تعرف أي حاجة عن البضاعة. أيوة حربي بس المفروض لا بس ولا بس يا بركة، خلاص بقى أنا دماغي أكسدت وتعبانة ومش قادر أفكر. إحنا دلوقتي هنعدل العربية ونروح، وبكرة حلها ألف حلاق. عملتوا ايه؟ لقيتوه؟ لقيته متعور ومتخرشم. بتقول ايه؟ طب وما قالكش ايه اللي حصل؟ بيقول واحد نط على العربيه رماها واتبع براها وخدها وجري، وكان معدي واحد ابن حلال بعربيته لقاهم، راح واخدهم ووصلهم لحد العمار، ومن هناك كل واحد روح على بيته، وكان مستني لما النهار يطلع علشان يروح يبلغ. يبلغ؟ يا ناقص البوليس يعرف؟ هو ما كانش عارف العربيه فيها ايه؟ لا طبعا يا فالح ما كانش يعرف. على العموم انا قلت له ما يعملش اي حاجه الا ما يرجع لنا الاول، واديته 1000 جنيه وبعت حنفي ب 1000 تانيه للتبع عشان يسكته. طب ما قالكش مين ده اللي نط عليهم في العربيه؟ بيقول ما يعرفوش، كان متلتم ومداري وشه. يا دي المصيبه يا دي المصيبه، ايه الليله المغفله جدي؟ اقعد بقى والولي زي النسوان يا عنتر، ما تنقطنا بسكوتك يا اخي. هنتصرفوا كيف؟ هنعمل ايه يعني؟ الفجر قرب يطلع، كل واحد فينا يروح على بيته، وبكره الصبح هنتقابل عندك رشوان في المسبك، نشوف هنعمل ايه في المصيبه دي. مفيد اطلع، مفيد اطلع اطلع. سيب العربيه دايره. بركه تروح فين؟ اوصل اطمن المعلمة. ده راح اكل حمام. مساء الخير يا معلم. يا مساء النور، يا مساء الفل، برافو عليك، صدقت فؤادك وجيت. معلمة أنا تحت أمرك يعني، وطلباتك بالنسبة لي سيف على رقبتي. ده أنت النهاردة راجلي ودراعي اليمين، ظهري اللي هتسرد عليه، أنت من النهاردة تمسك لي كل مصالحي. أمال البت سهرة فين؟ اديت لها إجازة عشان تروح عند أهلها تزورهم يعني، وقلت يعني أخلي البيت يبقى فاضي عشان أبقى أنا وأنت و... بس مالك يا حربي في حاجة؟ لا معلمة يعني تعبان تعبان شوية كده وجعان، ما أكلتش من الصبح، فيعني يا دوبك بقى أروح أكل اللقمة. طبعا لازم تبقى جعان وتعبان، هو أنت اللي عملته شوية؟ أنا عاملة حسابي وبص من بعيد زي تعال. اقعد يا سيدي المعلمين،
اقعد يا احلى معلم في الحته كلها. يا كوماندا يا كبير يا كبير قوي قوي قوي. كانش في يعني لزومه معلمه لكل التعب ده؟ طاجن حمام محشي اللي ما ايه يستاهل بقك. كل من يد من عدمة. كل يا حرب. سمي الاول. بسم الله. تعالى في ايه يا امشي معانا من السكه. طيب 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 بس حاضر حاضر بس ما تمسكش كده يعني. المرة اللي فاتت ما عرفناش نكمل كلامنا، المرة دي هنكمل كلامنا وللآخر. أنا ما فيش كلام بيني وبينك يا سبط. لا يا رزق، لا، الكلام اللي بيني وبينك كبير قوي وكتير قوي. حربي بيرتب ليه بالظبط؟ أنا ما أعرفش، هتروح تسأله يا سبط. لا يا رزق، هتزعلني منك، عيب عليك تبقى راجل كبير وكذاب كده. حربي من ساعة ما خرج من السجن وواخدك تحت باطه، سره كله عندك. كلمة معرفش دي يا رزق بتصحي الشيطان اللي جوايا، ولو الشيطان اللي جوايا صحي مش هيخليك تعرف تنام. هدي أحشائك كده وقول لي، حربي بيرتب لإيه دلوقتي؟ من ساعة ما خرج من الحارة هو والدلدول اللي اسمه زين ما رجعوش لغاية دلوقتي، هما فين؟ فعلا أنا معرفش. هو قال معرفش؟ قال معرفش. أنت بتتكلم جد ولا بتهزر يا رزق؟ وأنا من أمتى بيني وبينك هزار يا صبادار؟ آه صحيح صحيح، مفيش بيننا وبين بعض هزار. يعني أنت ما تعرفش حربي بيرتب لإيه؟ ولا إيه اللي بينه وبين المعلمة انشراح؟ ولا بيجيب الخردة منين؟ يبقى أنت عايش ليه يا رزق؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ارموه في أي خرابة بعيد كده. بابا نام. صباح العسل والسكر والهنا على أحلى سيد رجالة في الدنيا كلها. تسلم إيديك يا ست الكل، يا أحلى معلمة فيك يا مصر. ده أنت اللي أحلى راجل في الدنيا كلها. ده مين اللي جاي متصربع على الصبح كده؟ ليه المنيلة على عينها وزعتها بالليل عشان تطب عليا الصبح. حربي هنا يا معلمة. ايه يا واد يا بركة، ايه اللي جابك على الصبح كده؟ في ايه يا بركة؟ الحق يا حربي، عامل ايه؟ عامل ايه انت قتل يا حربي؟ قتل؟